بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله وزارة الأوقاف منزلة فرصة أخيرة للإعلان التكميلي الخامس لمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016. إلحاقا للإعلان رقم 1 لسنة 2016، تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم في الإعلان التكميلي الأخير على النحو التالي: من لهم حق التقدم للمسابقة؟ أولا، جميع خطباء المكافأة الذين نجحوا تحريريا وشفويا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة ويتقاضون بند التحسين بالفعل، ولم يسبق لهم دخول امتحان هذه المسابقة من قبل، مع تقديم صورة من كشف الصرف على بند التحسين وإحضار إفادة من الإدارة التابع لها باستمراره خطيبا بالمكافأة على بند التحسين والتزامه بتعليمات الوزارة حتى تاريخه. علما بأن من يحق لهم التقدم من الناجحين في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة هم فقط خريجو الكليات التالية: أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية، بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة. قسم الدراسات الإسلامية: جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر. شعب الدراسات الإسلامية: واللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. ويشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم عن 45 عاما، وألا يكون قد سبق وقفه عن الخطابة أو إلغاء تصريحه معرفة المديرية أو الوزارة، وسيتم استبعاد أي اسم لا تنطبق عليه هذه الشروط، على أن يتم تسليم الأوراق المطلوبة في المديرية التابع لها في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه. ثانيا، الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر في تخصصات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية ولم يسبق لهم التقدم لهذه المسابقة، على أن يتم تسليم الأوراق المطلوبة في المديرية التابع لها في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ. 2، خريجو كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات دفعات 2015 ميلاديا إلى 2017 ميلادية، بشرط الحصول على تقدير جيد تراكمي على الأقل، ولم يسبق له دخول اختبار المسابقة، على أن يتم تسليم الأوراق المطلوبة في المديرية التابع لها في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه. 3، خريجو كليات أصول الدين والدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية والعربية، بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية التربية جامعة الأزهر، شعب الدراسات الإسلامية واللغات العربية دفعة 2017 ميلادية، بشرط الحصول على تقدير جيد تراكمي على الأقل، ولم يسبق له دخول اختبار المسابقة، على أن يتم تسليم الأوراق المطلوبة في المديرية التابع لها في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه. 4، خريج جامعة الأزهر 2018 دور مايو بتقدير جيد تراكمي 70% على الأقل من خلال بيانات التقديرات من خريج كليات أصول الدين والدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية والعربية، بنين، والشريعة والقانون، وكليات القرآن الكريم، وكلية اللغة العربية، وكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، وكلية التربية جامعة الأزهر، شعب الدراسات الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية،
وفي موعد أقصاه 31/8/2018، علما بأنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب لاستكمال الإعلان ستكون الأولوية للأعلى في الحصول على مجموع درجتي الامتحان التحريري والشفوي، وفي حالة التساوي يقدم الأعلى تقديرا، وألا يكون قد سبق له دخول المسابقة رقم 1 لسنة 2016 ميلاديا أو أي مرحلة من مراحلها التكميلية، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما عند تاريخ نشر الإعلان، وسيتم استبعاد أي اسم لا تنطبق عليه الشروط، ويشترط في جميع المتقدمين للمسابقة قبول العمل في أي منطقة من في جمهورية مصر العربية دون أي استثناءات. ملاحظة: تخصص نسبة 5% من هذه الدرجات لذوي الاحتياجات الخاصة وبذات شروط كل فئة على أن يكون التقرير الطبي لا يمنع من أدائه الوظيفي كإمام للمصلين والصعود على المنبر. فعلى الراغبين في العمل التقدم بصور المستندات المطلوبة إلى المديريات الإقليمية في المواعيد المحددة لكل فئة من الفئات بعالية، علما بأن من يتم قبوله بالمسابقة سيتم تعيينه وفق المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية دون ارتباط بالتوزيع الجغرافي، ولا ينظر في نقله قبل مرور 5 سنوات على الأقل. كما أن الوزارة لن تقبل أي استقالة من يتم تعيينه قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تاريخ تسلم العمل، ولن تسمح له بالتقدم لأي جهة أخرى، وسيقدم إقرارا بذلك، وعلى المديريات إعداد إقرار بذلك. بكده إن شاء الله نكون خلصنا الإعلان، وبإذن الله اشتركوا بالقناة لو عجبك الفيديو، في انتظار مسابقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.